حكايتنا النهاردة بتتكلم عن طائر جميل جدا بيضربوا بيه المثل في الجمال. ديله طويل وملون، ولما يفرده بيبقى كبير شبه المروحة. اسمه الطاووس. تعالوا مع بعض نشوف حكايته ايه وهنتعلم منها ايه. في وسط بستان جميل مليان ورود اشكال والوان واشجار كتير خالص، وقف مجموعة من الطواويس، وكلمة طواويس هي جمع طاووس. الطواويس دي كان فيهم واحد ازرق، واحد اسود، واحد ابيض، وبطل قصتنا النهاردة كان الطاووس الاخضر. في يوم من الايام وقفوا يتكلموا مع بعض، وفجأة وقف الطاووس الازرق وقال: انتوا مين اصلا؟ انا اجمل واحد فيكم، لوني جميل جدا شبه جمال البحر والسماء. اتغاظ الطاووس الاسود جدا وامزق الطاووس الازرق وقال له: انت بتتكلم في ايه؟ جمالك ايه ده اللي انت بتتكلم عليه؟ انا لوني اسود ملك الالوان، لون الهيبة والوقار والقوة، اما انت لونك فائع بيتعب العينين. ضحك الطاووس الابيض بصوت عالي، فبصله الاسود والازرق بغيظ وقالوا له: انت بتضحك على ايه دلوقتي؟ قال لهم: اكيد بتهزروا، مفيش واحد فيكم اصلا يتقارن برقة لوني وجمالي. الابيض بيدل على النقاء والصفاء والرقة، الوانكو ايه دي اللي انتوا بتتكلموا عليها؟ كل الالوان دي بتتغير مع الزمن وبيفضل الابيض زي ما هو مهما عدى عليه الوقت. وقاموا التلاتة يتخانقوا مع بعض، كل واحد فيهم بيحاول يثبت جماله للتاني. كل ده والطاووس الاخضر بيتفرج عليهم ومخضوض ومش بيتكلم. وفي اخر الخناقة الاسود والازرق قالوا للابيض: بقى احنا لوننا بيبهت ويتغير؟ طيب احنا هنعرفك ازاي تندم على كلامك ده. ساعتها ما قدرش الطاووس الاخضر يمسك نفسه، وراح قايم وقايل لهم: يا صحابي ما يصحش كده، احنا اخوات وكلنا حلوين، ما تخلوش الغرور يفرق بينكم. الغرور يا حلوين صفة وحشة جدا، بتخلي الواحد يقول المميزات اللي عنده بطريقة تحسس كل الناس انه احسن منهم، وده غلط جدا. وساعة ما الطاووس الاخضر قال كده بصله الاسود وقعد يضحك بصوت عالي جدا ويتريق عليه ويقول له: اه وانت بقى ما وقفتش تقول وتوصف نفسك ليه؟ ولا علشان انت شبه الضفدعة؟ وفضل يضحك ويتريق والاخضر ساكت ومش بيرد عليه، بس دموعه نزلت بعد ما كل صحابه ضحكوا عليه. روح بيته وهو حزين جدا وجري بسرعة على اوضته. مامته اخدت بالها، دخلت وراه الاوضة لقيته واقف قدام مرايته وبيبص على الوانه الجميلة ويقول: بكرة هعرفهم شغلهم كويس، ده انا جميل جدا، انا هتحداهم، انا الاجمل، ده انا لوني زي خضار الشجر. مامته سمعته وقالت له: هتتحدى مين يا حبيبي؟ فحكى لها كل اللي حصل. حضنته وبسته وقالت له: حبيبي انت جميل جدا، وصحابك كمان كلكم الوانكم في منتهى الجمال، لكن عارف ايه اسوأ حاجة؟ انكم تكونوا مغرورين، لان دي صفة وحشة، لازم تكون متواضع يا حبيبي. قالها: يعني ايه يا ماما؟ قالت له: يعني تعرف ان ربنا هو اللي اداك الجمال ده، فتحمد ربنا وما تفتخرش بيه قدام حد عشان ما تحسسهوش انك احسن منه، لان كلنا ربنا ادانا مميزات، محدش فينا اقل من التاني، لازم انت اللي تعلم صحابك الصح وما تخليهمش يعلموك الغلط. دي فايدة الصحاب الحلوين، انهم دايما يشجعوا بعض على الاخلاق الجميلة. سكت الطاووس الاخضر كده شوية وقعد يفكر في كلام مامته، وعرف انها عندها حق. عندك حق يا ماما، وانا اوعدك اني هنفذ نصيحتك بكرة. قالت له: شاطر يا حبيبي. تاني يوم كان الطاووس الاخضر ماشي في طريقه للبستان عشان يقابل صحابه، وفجأة سمع صوت بيقول: الحقوني، وعمال يعيط ويصرخ. طلع يجري بسرعة ناحية الصوت، لقى صاحبه الطاووس الابيض واقع في حفرة مليانة طينة ومش عارف يطلع ولا ينقذ نفسه، وشكله يا عيني متبهدل، وريشه الابيض الجميل بقى شكله وحش ومتوسخ ومنكوش. الطاووس الاخضر من غير ما يفكر قال له: استنى استنى، ما تتحركش ما تتحركش، انا هطلعك، اوعى تخاف. وجري بسرعة يدور على حاجة يقدر يشده بيها، فلقى حبل
أخده بسرعة وراح رماه لصاحبه الأبيض، وقعد يشده لحد لما قدر يطلعه من الحفرة. بص الطاووس الأبيض لريشه وقعد يعيط ويقول: آه يا ريشي الأبيض الجميل، خلاص اتوسخ، خلاص اتبهدل، آه يا ريشي الجميل، أعمل إيه أنا بس دلوقتي؟ همشي إزاي في الشارع كده؟ الأخضر قال له: هو إيه اللي حصل لك؟ إيه اللي عمل فيك كده؟ قال له: هما الاتنين الأسود والأزرق، عشان اللي قلته مبارح حطولي حبل في الطريق وكعبلوني فوقعت في الحفرة، آي آي. وقعد يعيط. صاحبنا الطاووس الأخضر قال له: ولا يهمك، أنا هساعدك وانضفك. وهو بينضفه ويحميه: ما تزعلش مني، لكن هو ده جزاء الغرور يا صاحبي، حافظ على جمالك الأبيض بالتواضع وخلي قلبك أبيض زي ريشك الجميل. قال له: تصدق عندك حق، أنا كنت غلطان فعلا امبارح، سامحني عشان ضحكت عليك معاهم. وهم واقفين عدى عليهم الطاووس الأزرق والأسود، وقفوا يضحكوا ويتريقوا على الأبيض والأخضر، وقالوا للأبيض: شفت انت كمان على فكرة ريشك لونه بيتغير اهو عشان تبطل تريقة. الطاووس الأخضر قال لهم: خلي بالكم، الغرور بيوقع صاحبه في مشاكل كتير وبيخلي الناس تكرهه، خليكم متواضعين بس ولا همهم. وكملوا طريقهم وهم عمالين يضحكوا وبيفتخروا بجمال ريشهم، وأول ما يعدوا قدام حد يفردوا ديلهم الجميل عشان يوروا جمالهم. وفي الوقت ده ابن صاحب البستان، ولد مؤذي جدا، كان بيلعب وشاف الطاووسين وهم معديين، جري وراهم ومسكهم وقعد يشد فرشهم ويقطعوا، وهم عمالين يصرخوا من الوجع وهو ولا همه. وكمل لحد لما بابا سمع صوت الصريخ، طلع يشوف فيه ايه. يا خبر، ايه اللي انت بتعمله ده؟ وقعد يزعق لابنه جامد وقال له: تعمل كده في حيوان ضعيف ليه؟ حرام، ربنا امرنا اننا نعامل الحيوانات بلطف، لانها مخلوقات عندها روح زينا وبتحس بالوجع والزعل. الطاووسين الابيض والاخضر شافوا اللي حصل كله لاصحابهم، فبعد ما مشي الولد جريوا بسرعه عشان يساعدوهم. وقف الطاووسين الازرق والاسود يعيطوا من الكسوف والزعل، فقال لهم الاخضر: ده جزاء الغرور اللي انا قلتلكوا عليه، وكمان جزاء اذيتكم للطاووس الابيض. قالوا له: عندك حق، احنا عمرنا ما هنعمل كده تاني. تعالوا مع بعض نشوف ايه اللي استفدناه من قصة النهاردة. ربنا خلقنا كلنا زي بعض، وده كل واحد فينا ميزة مختلفة، محدش احسن من حد، عشان كده ما ينفعش افتخر بالميزة اللي ربنا ادهالي دي واتكبر على غيري، لكن طبعا لازم اشكر ربنا على نعمته. الطاووس الاخضر كان شطور جدا لما سمع نصيحة مامته ونفذها، وكمان اهتم بصحابه لانه بيحبهم واصر انه لازم يعرفهم الصح وينصحهم رغم انه كان زعلان منهم عشان ضحكوا عليه. وطبعا ما ينفعش ابدا نأذي مخلوقات ضعيفة زي الحيوانات ما تقدرش تدافع عن نفسها. يا رب تكونوا استفدتوا من قصة النهاردة وعجبتكم. باي باي.